بحس برضو ان احنا عندنا كام آفة كده في الشغل وفي طريقة تعاملنا مع بعض لازم نبطلها. وانت هنا في برنامج الشغل بقى. ايوه يا ريت، انا عايزه اطلع اللي في قلبك. عايزه اقول طبعا. ايه الحاجات يعني اللي بتستفزك مثلا، بتنرفزك، بتحسسك ان هو ليه الناس بتعمل كده؟ عدم التقدير، النقد الغير بناء بصراحه. اللي هو انا يعني ساعات بيبقى في حد بيدخل، طب انتوا عندكم كذا، طب مش عارف ايه، احنا لسه بنطور، احنا لسه بنبتدي، احنا لسه ستارت اب، شركه ناشئه. ده بيضايقني شويه. بس على العكس في ناس كتير بتدعم، في ناس في ناس جايه لنا من محافظات عشان تحضر معانا الحلقه. فيعني احنا الحمد لله الموقع عليه يعني شباب وحريفه وبنات من كل محافظات الجمهوريه. فده بيخلينا يعني عندنا قادرين نعمل نكمل. كمان شوية بيبقى الاتيتيود، الاتيتيود مهم جدا في الشغل، طريقة العمل، طريقة التواصل، سلوك الشخص، سلوك الشخص، سلوك الشخص بقى في مواقف مختلفة. طبعا في التعامل مع العميل ومع الكلاينت لازم يبقى فيه احترام، لازم يبقى فيه تواصل على طول، يرد عليه العملاء. حط نفسك مكانه، يعني دافع فلوس فبيبقى عايز ياخد مكانها حاجة ويتقدر. ومن الناحية التانية العميل لازم يقدر الفريلانسر، احنا عشان منصة وسيطة فاحنا بنراعي الطرفين، الطرفين طبعا. لا حلو، ده كتير. الالتزام بالمواعيد اخباره ايه في ثقافتنا؟ يعني بلا صعب شويه. ما انا عارفه ان انت هتقولي كده صعب شويه، بس في على العكس في ناس ملتزمه جدا جدا، وفي ناس تانية ما عندهاش تقدير الوقت وغصب عنهم. يعني ساعات الكرييتيف اندستري او الجرافيك ديزاينرز والناس اللي هي يعني كرييتيف وعندها نوع من الشغلانات اللي هي بتبقى تتطلب الهام وتتطلب فن، شويه الوقت بالنسبه لهم مش بيبقى موجود. بس في الاول وفي الاخر احنا بزنس، يعني ده مش تايم از ماني، بتتقال دايما كده. فالبزنس مهم فيه الوقت، فاحنا بنحاول ندرب الناس على، احنا حتى عاملين ورك شوب عن البرودكتيفيتي وعن التايم مانجمنت الفتره دي، يعني مع بدايه السنه يعني عايزين نيجي نحضره اونلاين. ايوه. طيب